اليوم حضرنا لتنصيب سعادة العامل الجديد اللي غادي ياخذ عمالة الناصر، وحنا ترحبوا به بزاف، وغادي نكملوا داك العمل اللي كملنا مع العامل اللي مشاو اللي خدمنا عامة واحد الخدمة اجتماعية، واللي فوقنا هاد عمالة النواصر بالمجهودات ديالو والمجهودات ديال المجتمع المدني. وحنا زعما مستعدين باننا غادي نبقاو مع هذا العمل الجديد ونطلبوا باننا نكملوا هذوك المشروعات اللي بدينا، المشاريع اللي بديناهم مع سعاده العامل اللي مشى السي عبد الله شاطر. وترحبوا بزاف بالعامل اللي غادي يكون معنا وغادي نخدموا معاه. اولا قبل كل شيء نهنئ السيد عبد الله شاطر العامل اقليم النواصر على ترقيه، لانه مشى لواحد العماله ديال طنطان اللي هي عماله سميتها جد مهمه بالنسبه للمغرب وبوابه للصحراء. وكذلك كنقول بان العمل اللي كان قام به السيد العامل عمل جبار داخل الاقليم النواصر، خاصه مع المجتمع المدني اللي كانت عنده واحد تدخل يومي وفوري فيما يخص جميع المشاكل التي تتعلق بالساكنة وخاصة الجمعيات المدنية. وكما نتمنى للمعامل الجديد تنصيب ميمون، ونتمنى أن يتابع ما قدمه لنا السيد العامل القديم من إنجازات وتطلعات لمستقبل جديد بالنسبة لإقليم النواصر. نحن كمجتمع مدني حضرنا اليوم بتنصيب العامل الجديد لمنطقة النواصر، وبنفس المناسبة كنشكر العامل السابق على كل الجهود ديالو اللي كان كيقوم بها بأحسن ما يكون. وبهذه المناسبة نحن مستعدين للتعاون مع العامل الجديد لضمان التنمية والتطور لمنطقة النواصر.